أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من قال لشخص يا منافق ولكنه لا يقصد أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولكنه قالها له لأنه قد كذب عليه، فهل هذا قد كفر ذلك الشخص؟ لا، إذا كان السبب أنه كذب عليه فهو يريد النفاق الأصغر، يريد النفاق الأصغر الذي هو خصلة من خصال المنافقين. ولكن لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه يا منافق يا فاسق يا عدو الله، لا يجوز للمسلم أن يقول هذا لأخيه وإن أخطأ في حقه. نعم.